يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزيتم الجنة وإياك أخي الحبيب. يقول: أم كانت تأمر أولادها بالإفطار في رمضان ظنا منها أن الصيام كتب على الأغنياء وأنهم غير مكلفين بذلك، فمكثنا على ذلك، يبدو أنهن بنات، فمكثنا على ذلك الأمر سنوات، بداية من سن التكليف إلى ما دون 14 عاما. الأم ماتت، البنات الآن كبرن في السن والأم قد ماتت، فما على الأم والأولاد وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لهذا طبعا نحن ما يعني أمام مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى مشكلة التربية على التكاليف، والتربية على التكاليف جزء لا يتجزأ من الأعمال التي ينبغي أن يتربى عليها أطفالنا. فطبعا الحديث في ذلك مشهور معروف: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. وكذلك أيضا سائر التكاليف أخذ أهل العلم أنه ينبغي على أولياء الطفل وأوصيائه أن يعلموه هذه التكاليف وأن يلزموه بها على جهة الاستحباب، وأن يتدرب عليها حتى إذا ما كبر صارت هذه التكاليف جزءا لا يتجزأ من حياته. وذلك جاء أيضا عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: كنا نصوم ونصوم أطفالنا دون السبع، فكانوا إذا بكوا أعطينا من الجوع أعطيناهم اللعبة من العهن، لعبة الصوف يعني، فيتلهون بها إلى أن يأتي المغرب. هذا ما ينبغي أن يفعل مع الأطفال، حتى ولو أنه ينتدب لمثل ذلك أن يتدرج معهم مع الأطفال، مثلا يبدأ في الصيام مثلا لكثرة المشقة فيه البالغة، فيصوم مثلا الأسبوع الأول إلى الظهر وهو في سن الخامسة، مثلا الأسبوع الثاني يصوم إلى العصر، الأسبوع الثالث يصوم إلى المغرب، وهكذا يعود. ويعني وإن أخطأ في يوم فلا بأس، وهكذا حتى يتربى لديه أو تتربى لديه مسؤولية التكاليف، أنه مسؤول عن هذه التكاليف، فيبدأ يعني تستعد نفسه لمثل هذا. لكن أن يترك هكذا طبعا هم في جزء يعني عذر بجهل، والفهم الخاطئ للأمة عذر رحمها الله. بجهل، هي عذر بجهل يعني، إنما أفطروا عذرا بجهل. فينبغي عليهن أن يصمن هذه السنوات التي خلت من سن البلوغ إلى العام الذي تذكرنا فيه أنهن، أو علمنا فيه أنهن من الواجب عليهن أن يصمن هذا الشهر الطيب المبارك. فإن وقع لهن مثلا سنتين أو ثلاث أو أربع، كل سنة بها شهر تصومه، يصمن هذا الشهر متفرقا أو مجتمعا، ويعني إن شاء الله يقضى ويغفر الله عن لهن اللهم ما اغفر، مضى من حياتهن اللهم إن اغفر شاء الله. للجميع. ربما هذا الإشكال حدث للأم لما سمعت، الله أعلم، يعني البعض يقول إن من يعني فقه الصيام أو من حكمة الصيام أن يشعر الأغنياء بالفقراء، وهذا الكلام يعني تعلمنا منكم أنه غير صحيح. هو يعني هو كله متن على عذر بالجهل، متن العذر بالجهل يعني، صحيح، صلى الله العافية. وكثير ده كثير من التكاليف نعم، كتب يتركها عليكم الناس، الصيام ولعلكم تتقون. نعم، نسأل الله العافية. نعم.